سيداتي وسادتي، مساء الخير، مرحبا بكم في برنامج أخبار الظهيرة. موضوعنا اليوم في لب اهتماماتكم ويومياتكم يتعلق الأمر باتصالات الجزائر. سوف نتناول بالتفصيل استراتيجية المؤسسة ضمن تطوير خدماتها لتحسين أدائها لدى الزبائن، إلى جانب العراقيل والنقائص المسجلة والمشاريع المستقبلية للحد من هذه النقائص، دائما ضمن توجه المؤسسة إلى إيجاد حلول بديلة عصرية وحديثة تواكب التطور التكنولوجي السريع في مجال الاتصالات. وفي برنامجنا كما عودناكم فقرة إخبارية قارة، النشرة المحلية، الاقتصادية، الجوية والرياضية، والآن مع الموجز الإخباري من تقديم سهام خليفة. مساء الخير سهام. مساء النور سوسن، أهلا بكم وسنعود بعد الفاصل. بداية وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وصل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى إسطنبول للمشاركة في أشغال القمة الثالثة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعقد غدا بتركيا. وتأتي هذه المشاركة استجابة للدعوة التي تلقاها من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عياد أمين مدني. وعلى هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، تحدث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان الحمامرة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وتناول الطرفان علاقات التعاون الثنائي وكذا المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تحدث رمضان العمامرة مع وكيل وزير الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف للمملكة العربية السعودية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير. المحادثات تناولت عددا من النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الوزاري الإسلامي، كما تطرق إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة تباحث أيضا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية والسياسية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها. برلمانيا، وفي جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، شرع اليوم نواب الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. المشروع سيسمح باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها، وذلك تلقائيا وبناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها. الجلسة حضرها إلى جانب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. وزير العدل وحافظ الأختام، وبالمناسبة أكد أن سياسة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب واضحة ولا تستند لأي مقاربة أخرى. إن المقاربة ليست فقط أمنية، فهي أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وحتى ثقافية، معروف معروف في هذا المجال، والدليل على ذلك المصالحة الوطنية التي أتت بثمارها، التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية. معنى ذلك أن الجزائر لا تعتمد في محاربة الإرهاب أو ترتكز إلا على المقاربة الأمنية أو القانونية، ولذلك حققت نتائج، لأنها ليست فقط مقاربة أمنية. إذن بعض الأحيان أسمع تصريحات من هنا وهنا وكأننا نتجاهل شيء موجود فعلي في الجزائر وسياسة واضحة في هذا المجال بالنسبة لمحاربة الإرهاب. برلمانيا، دائما استقبل نائب رئيس مجلس الأمة جمال ولد عباس وفدا عن الجمعية البرلمانية للنيتو، وتناولت المحادثات مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجال البرلماني.
تربويا، شكل موضوع تعليمية الرياضيات في النظامين التربوي والجامعي في الجزائر وأفاقها المستقبلية محور ملتقى وطني نظمته اليوم كل من وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي. هذا وجددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الدعوة إلى الأساتذة المتعاقدين للالتحاق بمناصبهم مطمئنة إياهم بشفافية مسابقة التوظيف. أنا حبيت نعمل نداء لكل هاد المتعاقدين ونداء لرجوع للمناصب الشغل تاعهم ورجوع إلى الأقسام التدريس. بالنسبة لنا كل الاحترام لهذا المهنة، الاحترام الجانب الإنساني، لا أتقبل الشيء اللي راه موجود الآن في الشوارع. أظن أن إذا المجهود معمول وهو مجهود مشترك، وأظن أن الدولة الجزائرية تقدمت بصفة كبيرة جدا للمطالب المتعاقدين، ونقول لا خوف في هذا الميدان. الامتحان هو إجراء عادي في كل بلدان. أنا متأكد أن اليوم لما واحد يدخل بصورة أنا دخلت مدمج وبدون مسابقة اللي قارنت يعني الكفاءة تاعي مع الكفاءات الأخرى ونجحت من خلال هذا الامتحان، عندي قناعة باللي عندهم كل حدود باش ينجحوا. ناقش المشاركون من المختصين في قطاع الإعلام خلال الملتقى الوطني حول الإعلام وقضايا المرأة في طبعته الثانية أهم الرهانات التي يتوجب على الإعلام تناولها بما يخدم تحديات المرأة اجتماعيا سياسيا وثقافيا. انتقل إلى رحمة الله الإعلامي والصحفي عبد الكريم الأخضر الزين، أحد الأقلام المتميزة في الصحافة المكتوبة والذي عرف بعطاءاته الكثيرة في مجال الإعلام. الفقيد وري الثرى بعد ظهر اليوم بمسقط رأسه بالمدية، وإثر هذا المصاب الجلال يتقدم وزير الاتصال حميد جرين بأصدق عبارات التعازي وأخلص المواساة لعائلة الفقيد وزملائه، مؤكدا لهم تعاطفه الكامل وسائلا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسح جنانه. إن لله وإنا إليه راجعون. في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 مخابئ للإرهابيين بكل من تيزي وزو، تيبازا، جيجل ودمرتها. من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبط حرس الشواطئ لجيجل كمية من مادة الكوكايين تقدر بأزيد من 35 كيلوغراما، فيما أوقفت مفارز مشتركة 117 مهاجرا غير شرعي و11 مهربا، وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع وأكثر من 6000 لتر من الوقود بكل من تمرست عين قزام وبوجباجي مختار. وبهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إلى ذلك الحين. شكرا سهام، ولنا عودة إليك بعد أقل من ساعة من الآن. إذا موضوع اليوم كما ذكرت في البداية يمس مباشرة يومياتكم، وهو متعلق بالخدمات التي تقدمها مؤسسة اتصالات الجزائر والتي تتوجه نحو حصرنة وتحديث هذه الخدمات وفق التطور التكنولوجي الذي يعرفه قطاع الاتصالات واستدراك التأخر في هذا المجال مع إيجاد الحلول والبدائل للعراقيل المسجلة، وهذا ما ينتظره الزبائن من هذه المؤسسة. وللحديث في هذا الموضوع نستضيف معنا السيد مهم الأزواو، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر. مرحبا بكم سيدي. شكرا، وأغتنم الفرصة لكي أحيي كل المشاهدين. شكرا، شكرا لكم وشكرا على حضوركم أيضا. إذن في البداية سوف نتحدث عن المشاريع المهمة التي دخلت في إنجازها مؤسسة اتصالات الجزائر تماشيا مع التطور التكنولوجي، وكذلك في إطار التوجه إلى إيصال وتغطية الإنترنت إلى كل المناطق حتى المناطق المعزولة، ومن بينها أهم مشروع وهو مشروع إيصال الألياف البصرية للمناطق التي فيها أكثر من 1000 ساكن، وهو مشروع مهم جدا ويخص كذلك المناطق المعزولة. نعم، هذا المشروع يعني كان سجلته السلطات العمومية لربط كل المناطق
حتى القرى اللي يعني نعم. يتجاوز عدد السكان تاعها اكثر من 1000 سنه نسمة نعم. عفوا. فقمنا بهذا العمل هذا وسجلنا هذا المشروع في المشاريع اللي تتنافس يعني سنويا. كاين القمة العالمية لمجتمع المعلومات وين هناك يعني منافسات وين كل المتعاملين والدول توضع مشاريع نعم. يتنافسوا. وهذا المشروع يعني نال الجائزة الأولى يعني الترتيب الأول بالنسبة لفئة الشبكات نعم. وهذا يشرف كثير يعني اتصالات الجزائر والجزائر بصفة عامة يعني هذا عرفان المجهودات اللي تقوم بها الدولة الجزائرية واتصالات الجزائر للسماح لكل يعني المواطنين كي يعني باش يستفيدوا من هذه التكنولوجيات اللي صبحت اليوم يعني أساسية في الحياة في اليومية المواطن فعلا. سواء المواطن وحتى يعني اليوم خطر في السابق الانترنت يعني كان نوعا ما حكر على بعض يعني الفئات من المجتمع يعني الجامعيين ولا اليوم نشوفوا ان الانترنت سواء الاستعمال الشخصي في البيت وحتى والحمد لله رانا نشوفوا رقمنه الاداره اللي راهي سايره اليوم فحتى المواطن في المعامله تاعو مع الاداره مع مؤسسات الدوله رايح يتزايد عبر هذه الوسيله هذه. وهذا يفرض علينا اننا نوسع الشبكه للسماح لكل مواطنين باش تكون عندهم نفس الفرص لاستعمال التكنولوجيات سواء لاغراض شخصيه وحتى يعني كما قلت المعامله مع المؤسسات. كذلك من بين المشاريع المستقبليه واللي هي ايضا مهمه جدا اطلاق خدمه الخط المشترك الرقمي ذات السرعه الفائقه بطاقه 20 ميجا اوكتي للثانيه اللي هو حاليا يقدر ب 8 ميجا اوكتي في الثانيه. نعم هذا يعني كمتعامل يعني اتصالات الجزائر راهي تقدم خدمات. الاهداف تاعنا اولا توسيع الشبكه نعم. يعني للسماح لكل المواطنين باش يستفيدوا من الانترنت. هذا يتطلب وسائل وسائل يعني نعم. واستثمارات لان يعني المشروع هو عباره عن اشغال للربط يعني نعم. اعمال وحنا عندنا شبكه يعني سلكيه معناها ان هناك نوضع كوابل نعم. على مسافات طويله لربط هذا الزبائن والمواطنين. وموازاة مع هذا هناك اشغال للتوسيع ايضا الشبكه باش نسمحوا لتوسيع قدرات هذه الرابطات هذو نعم. اليوم الاستعمالات راهي تتزايد وحتى المحتويات راهي تتغير وتتطلب نعم. تدفقات أكبر يعني في ضغط كبير نعم على ضغط على المؤسسة ولكن رانا نواكبوا هاد الطلبات هذوما كما تفضلتوا. الربطات الأولى اللي كانت في الـ ADSL لما بدأت يعني 10 سنين من قبل نعم. لما اطلقنا الخدمة كان يعني تدفق 128 نعم. كيلوبيت في ثانية وكانت يعني كافية للاستعمال أنذاك. اليوم رانا عندنا يعني عرض ب 8 ميجابيت نعم. ورانا بصدد اطلاق يعني 20 ميجابيت بالنسبه للزبائن يعني الخواص نعم. بالنسبه للمؤسسات عندنا يعني تدفقات اكثر تتماشى مع احتياجات المؤسسه والدليل على تزايد التدفق نعم. رانا نقيسوه بزياده يعني حجم الشريط العابر الدولي نعم اللي هو ايضا سيعرف ارتفاع ايضا في مهم. نعطيك مثال في 2010 كان التدفق حوالي 30 ولا 40 جيجابيت في الثانيه نعم. يعني بالنسبه للشريط العابر الدولي اليوم رانا وصلنا الى 600 جيجابيت في الثانيه نعم. يعني شوفوا تضاعف التدفق في سنوات قليلة يعني وعدد الزبائن تضاعف مرة نعم. كنا حوالي 1000 زبون يوم رانا في مليون زبون يوم عندنا مليونين ليستعملوا نعم. الانترنت ولكن سعة التدفق تزايد العدد كثير من المرات. وهناك أيضا مشروع لرفع الشريط العابر الدولي إلى 1 تيرابايت يعني ربما لا مستقبلا. 1 تيرابايت هو الشريط العابر الوطني يعني اللي نعم. راه ساير من الشمال إلى عبر الشمال يعني نعم. اللي يربط الولايات الشمالية نعم. المشاريع الأخرى هو ربط يعني الوطن بكوابل يعني أخرى دوليا. اليوم عندنا ربطتين يعني وصلتين واحدة من الجزائر العاصمة واحدة من عنابة ورانا شفنا الحادث اللي وقع فعلا. في نوفمبر الفات وين يعني كنا شبه معزولين نوعا ما بأن نعم. لأن الكمية الأكبر من التدفق راهي تمر من الكابل نعم. هذاك ما كانش بدائل ربما أيضا. اليوم يعني عندنا مشروع لوضع وصلات أخرى نعم. من الجزائر العاصمة ووهران وإن شاء الله في 2017 تتجسد. هذا يسمح لنا باش أن تكون يعني حماية بالنسبة للوصلات هذو وتكون أيضا سعة أكبر
بالنسبة للتدفق. نعم، بالنسبة للألياف البصرية اللي هي مهمة جدا يعني في الرفع من سرعة تدفق الإنترنت، فهناك أيضا مشروع توسيع الألياف البصرية على مستوى الوطن خاصة بالنسبة للمناطق المعزولة، يعني ذكرنا المشروع هذا، لكن بصفة عامة يعني ما هي نسبة تقدم هذا المشروع اللي هو مهم أيضا؟ هذا المشروع شيء نقدر نقوله أن يعني أشياء كثيرة عملتها يعني السلطات عبر اتصالات الجزائر، فنقدر نعطي الرقم هو أن اليوم الطول يعني الشبكة تاع الألياف البصرية اللي عندنا هي تفوق 72,000 كيلومتر، وكل يعني الطبقات يعني العليا يعني الشبكة الظهرية وحتى الشبكة المتوسطة يعني في الطبقات هذو كلها ألياف بصرية. اليوم الألياف البصرية راهي تتوسع في طبقة يعني النفاذ الريزو داكسي اللي هي أصلا كوابل نحاسية. اليوم باستعمال تكنولوجية الأمصان رانا الأجهزة رانا نقربوها أكثر فأكثر من الزبائن، هي ربما بديلة الكوابل النحاسية أو مرافقة، هذا مرافقة وش يبقى لنا يعني ككوابل نحاسية إلا الكيلومتر الأخير. يعني المسافة اللي تربط الزبون والجهاز بالكوابل النحاسية ما يلزمش تفوت أكثر من كيلومتر. ونعطيكم مثال، يعني عندي مثالين نقدر نطرحهم اللي راهم حديثين. يعني هنا في الجزائر العاصمة كاين حي جديد تبنى جديد هو حي كوريفة في الحراش. هناك عمارات كثيرة، يعني حي اللي راح يستقبل حوالي عنده حجم 5,000 مسكن، وضعنا الأجهزة في العمارات. كل عمارة عندها الجهاز تاعها كما نقولوا بكري المركز الهاتفي راه داخل العمارة، يعني الألياف البصرية توصل إلى العمارة، يعني المصدر، يعني واش يبقى إلا يعني الربط تاع الشقة هذيك مع الجهاز اللي راح يصبح بالكوابل النحاسية، وهذا راح يسمح باش نعطيو لهم يعني كاليتي يعني نوعية جيدة جدا من الخدمة، وسعة التدفق ماهيش محدودة نظرا للشبكات القادمة أيضا. ومثال ثاني، قبل يومين كنا مع السيدة الوزيرة في زيارة ميدانية إلى ولاية تندوف، يعني في أقصى الجنوب، أقصى الجنوب وحتى يعني أقصى نقطة في الجنوب الغربي تاعنا، ما نقدرش نصوره باللي راح يكون فيه. وهذا يعني هذا المشروع يدخل في إطار هذا الربط تاع المناطق اللي عندها أكثر من 1,000 سكن. فهي قرية اللي راهي تبعد مسافة 100 كيلومتر من البلدية تاعها و 200 كيلومتر من الولاية، فوضعنا يعني الألياف البصرية اللي تسمح اليوم لهذه العائلات اللي تقطن تما أنها عندها الانترنت وعندها الهاتف ككل عائلات اللي راهي في الشمال، ويعني تتفك عنهم العزلة. هذا تحدي كبير بالنسبة للاتصال الجزائري، تحدي كبير بالنسبة للاتصال الجزائري والدولة الجزائرية. نعم. أيضا لأن هذه المشاريع تتطلب يعني استثمارات كبيرة جدا. كبيرة جدا، والحمد لله رانا قايمين على الشيء هذا. الحمد لله. يعني لما نتحدث عن الألياف البصرية احنا نعرفوا انه قيمتها يعني مرتفعة كثير، هناك ربما ايضا مشروع انجاز او يعني صنع هذه الألياف البصرية محليا، هل يمكن تحدثنا بالتفاصيل حول هذا العملية اللي ربما تنقص من فاتورة الاستيراد بالنسبة لهذا يعني؟ نعم، يعني سؤال وجيه جدا، لأن اليوم رانا نشوف الألياف البصرية رايحة تعوض تدريجيا كل الكوابل، حتى الكوابل النحاسية اللي راهي اليوم تربط الزبائن، يعني مسألة وقت حتى البيوت راح تتربط بالألياف البصرية في مدى متوسط، فالاستهلاك راح يكون كبير أيضا ليكون يعني يوافق شساعة القطر. احنا الحمد لله عندنا قطر واسع جدا، فراح نستهلكوا من هذا المدى. هذه اليوم رانا كما قلت وصلنا إلى حوالي 72,000 كيلومتر، ولكن بالنسبة للجزائر شيء قليل. في المشاريع تاعنا رانا نوضعوا حوالي 10,000 كيلومتر سنويا. وكما تفضلتي فالنسبة الكبيرة من هذه الكوابل راهي مستوردة، هناك مصنع وطني، هناك مؤسسة هنا وطنية راهي تصنع هذه الكوابل، فاحنا أول زبون لهذه المؤسسة. ولكن نظرا للاحتياجات هناك مشاريع
كاين يعني مصنعين اللي راهم يدرسوا إمكانية إنشاء مصانع أيضا لتلبية هذه الحاجة هذه. ونظن أن الشهادة لازم نشوفوه أيضا لتلبية الحاجة يعني ماش إلا في الوطن الجزائري، أن اليوم ما كاش مصانع للألياف البصرية هنا في شمال إفريقيا ويعني وحتى في إفريقيا، هذا السوق يعني راه بي وفي متناول يعني المصنعين الجزائريين. حتى ربما مش غير الألياف البصرية، ربما أجهزة أخرى مثل المدامات ويعني أجهزة الربط، ربما هناك أيضا أجهزة معنية بهذا يعني الإنشاء تاعها محليا. هنا أيضا رانا يعني في مفاوضات، هناك مفاوضات ورايح إن شاء الله قريبا نمضي يعني اتفاقية مع المجمع العمومي للصناعات الإلكترونية لتصنيع هذه الأجهزة، يعني تولي زيكيبمون هادوما لي تيرمينو يعني مرافقة، وحتى يعني التفكير في صناعة بعض الأجهزة، لأن نشوفوا اليوم التكنولوجيا اللي كانت في السابق يعني عبارة يعني الخدمة هي المكالمات الهاتفية، ولكن اليوم كل شيء تغير. اليوم رانا نتكلموا على البيت الذكي عبر الانترنت، اليوم المحتويات هي محتويات يعني السمعية المرئية سيدي ملتي ميديا، يعني لهذا لازم أجهزة تكون تتماشى مع هذه الاحتياجات، والاستهلاك راح يكون كبير. فنظن أن حل وقت أن تكون هناك يعني صناعة إلكترونية لتتماشى مع هذه الحاجيات. وأيضا يعني الشيء اللي الكثير من الأحيان نتنساوه، لازم صناعة أيضا للمحتوى، لأننا نستثمر الكثير يعني في الشبكات وأموال يعني باهظة، ولكن نظن أن لازم باش نستثمر حقيقة هذا الشبكات هذه، لازم محتويات وخدمات وطنية اللي تسمح لنا باش نستعمل هذه الأجهزة لأحسن غرض. حتى بالحديث عن الخدمات والمحتويات يعني فيه قفزة نوعية كذلك، يعني هناك توجه نحو توسيع هذه الخدمات من خلال مثلا المكتبات الإلكترونية، مثل مكتبتي نوتبوك أظن نونبوك نعم، اللي هو يعني شيء يعني هام جدا أيضا بالنسبة للمستعملين. هذه قمنا بها كخطوة أولى، يعني نظن أننا ما رايحين نخترعوا كما قلوا العجلة من جديد، رانا نشوفوا الاستعمالات اللي راهي تستعمل في البلدان الأخرى. نعم. إذن المكتبات الافتراضية يعني البيبليوتيك أون ليني، شفنا أن هناك يعني دي بارتنير شركاء عندهم المحتويات وراهم يتعاملوا بنفس الشيء مع متعاملين في بلدان أخرى، ما عندهمش الأرضية هنا يعني فقط. قمنا بهذه التجربة الأولية، ولكن احنا اليوم رانا نحاول نعمل لوضع يعني المحتوى الوطني. نعم. عندنا الحمد لله يعني محتوى ثري جدا فعلا. يعني بالنسبة للكتب وكل يعني المحتويات، سواء يعني الجامعية والمدرسية وحتى يعني المنتوج الفكري الجزائري الجزائري ثري جدا. فرانا يعني نعمل لوضع هذا المحتوى هذا في متناول يعني المستعملين عبر الشبكة، وفي إقبال على مكتبتي وعلى في مكتبتي هناك إقبال يعني في مكتبتي باللغة الأجنبية. نعم. يعني محتويات باللغة الأجنبية ونونبوك باللغة العربية. نعم. فهذه التجربة الأولى. وفي مكتبتي يعني نوعين، يعني مكتبة عامة ومكتبة علمية. نعم. الجامعية. فشفنا أن الاستعمال يعني هناك تجاوب، فنظن أنه حان الوقت باش يكون حتى المحتوى الوطني يوضع يعني في متناول المستعملين، سواء الوطنيين يعني الشيء الأحسن أيضا في هذه الشبكة، أنه إذا كان وضعناه في مستوى المستعملين الوطنيين راح يكون أيضا في مستوى العالم فعلا كله، راح يعني يعتبر بوابة يفتح أيضا بوابة ونافذة لل لإبراز المنتوج الفكري الجزائري مهم جدا. هناك أيضا خدمات العلاج والتطبيب اللي هي شيء جديد ويعني مهم بالنسبة للفئة المسنة، اللي يمكن أن تستغل خدمات الإنترنت بهذا الشكل، خاصة بالنسبة للمناطق النائية دائما، يعني وهذا شيء جميل جدا. نعم، هذه تدخل في إطار استعمالات هذه التكنولوجيات اليوم. فهناك استعمال في الميدان الطبي، في يعني انطلقت العملية بالنسبة للتشخيص. نعم، رانا احنا في شراكة مع وزارة الصحة والسكان، وهناك يعني طلقوا الشبكة تاعهم يعني تاع الخدمة تاعهم يعني تاع تيلي ميديسين، يعني تطبيب عن بعد،
ربطوا بعض المستشفيات تاع الجنوب بالمستشفيات في الشمال وين هناك أخصائيين يعني أطباء أخصائيين. حتى هنا يعني قبل يومين لما كنا في تندوف حضرنا إلى تشخيص عن بعد يعني لحالة في مستشفى تندوف من مستشفى باب الود. فهذا احنا كاتصالات الجزائر مؤسسات تاع الشبكات احنا المهمة تاعنا أننا نوضع هذه الشبكات في خدمة المستعملين يعني بالتنسيق مع القطاعات المعنية القطاعات المعنية. إذن وزارة الصحة تستعملها في هذا الميدان التشخيص عن بعد، وزارة أيضا ممكن وزارة التربية والتعليم العالي رايحة تسمح لي مثلا مراكز جامعية في الجنوب أن أستاذ محاضر يعني ممكن يقوم بدرس عن بعد وهذا باش نسمحوا للسكان اللي راهم في هذه المناطق باش نفكوا عليهم العزلة هذه ونعطي لهم نفس الفرص كالسكان اللي راهم في الشمال. وفعلا هذا هو التحدي وهذا اللي تسمحوا هذه التكنولوجيات. لما نتحدثوا عن الأعطال والأعطاب اللي يعني تكون ربما بشكل يعني متكرر بالنسبة لاتصالات الجزائر، فما هو السبب؟ ربما هناك إشكالية أيضا بالنسبة لتهيئة أو أشغال التهيئة اللي ربما تمس هذا الألياف البصرية، وهو شيء يعني ربما يضر بهذا الألياف لأنها يعني سعرها يعني ما هوش يعني غالي. إذن فكيف يتم يعني إيجاد حلول لهذا الإشكالية؟ الحلول احنا نعمل كما قلت لما نبسطوا هذه الشبكات فعندنا تأمين لأن الربط بين الولايات يعني عندنا عادة أكثر من كابل يربط الولاية يعني هناك تأمين بدائل يعني للشبكة. ولكن أغلبية التعطلات راهي تحدث في شبكة النفاذ لوريزو داكسي، وهذا راجع لقدم الشبكة النحاسية اللي راهي موضوعة، ونسبة التعطلات يعني ترتفع لارتفاع أيضا نوعية الخدمة لأن الشبكات هذه القديمة هذه وضعت لخدمة معينة هي الهاتف. وتقدر أيضا تستوعب التدفقات البسيطة للإنترنت كما يعني عرفنا. مش عالية. إذن اليوم يعني الشغل الشاغل تاعنا اليوم هو استبدال هذه الشبكة هذه اللي راهي خاصة في المدن الكبرى وين كانت يعني شبكات بسيطة تاعنا عدة سنوات، رانا نقوم بالتغيير تاعها للرفع من نوعية الخدمة وأيضا للتقليص من نسبة التعطلات اللي رانا نعرفوها في هذه المناطق هذه. وفي إشكالية أيضا كبيرة ومتكررة ويعني ربما انعكاساتها أيضا مضرة بالنسبة لاتصالات الجزائر اللي هي سرقة الكوابل النحاسية اللي هي قضية يعني منذ وقت طويل وهي تطرح. صحيح، وهذه يعني برك يعني أنا نقول أن ما يش يعني ظاهرة لتمس إلا اتصالات الجزائر. نعم نعرف. يعني حتى مؤسسات كل من يستعمل كوابل النحاس. وهذا راجع إلى قيمة مادة النحاس يعني في الأسواق الدولية والضغط اللي راه متواجد على هذه المادة هذه. لهذا علاش رانا نركزوا على توسيع شبكة الألياف البصرية. يعني ما يمسهاش الإشكال بالنسبة لسرقة. ما يمسهاش الإشكال الألياف البصرية رانا نسجلوا بعض يعني الانقطاعات. بالنسبة للأشغال العمومية لأن لما الناس يقوموا بأعمال يعني خاصة الهندسة المدنية رانا نشوفوا مشاريع كثيرة في الوطن توسيع الطرقات يعني ورشات البنايات ورشات، ففي بعض الأحيان نسجلوا بعض يعني التعطلات اللي ترجع لهذه الأسباب. ولكن كواب النحاسية الحل الوحيد يعني والجذري هو الحد من الكثافة تاعها بالاستبدال تاعها بالألياف البصرية، وهذا هو الشيء اللي رانا عاملين عليه. نعم. هناك أيضا من بين الإنجازات اللي تعد أيضا مهمة هي تعويض بطاقة التعبئة بالتذاكر، فما هي أبعاد هذه العملية وكيف يتم ذلك؟ هذا يعني ككل يعني علاقة تجارية يعني احنا الخدمات تاعنا وضعنا هذا الخدمة يعني تاع التعبئة تاع الرصيد يعني الكونت تاع الانترنت بالنسبة للبطاقات. نعم. البطاقات، ولكن هذه البطاقات عندها تكلفة وحتى يعني التسيير تاعها ممكن يعني تعرضنا لبعض الأحيان لسرقات فقمنا في مرحلة أولى بالاستبدال تاعها بتذاكر يعني صبحت يعني نجم نقول أنها تذكرة بطاقات افتراضية. نعم.
فهذا التجهيز يسمح لنا أننا تكون دائما متوفرة في نقاط البيع تاعنا، ولكن حنا حابين نوصلوا إلى يعني التعبئة الإلكترونية. اليوم اطلقنا يعني خدمة يعني واللي هي سميناها خدمة خلاص بالنسبة للدفع الإلكتروني. الدفع الإلكتروني ونفس الشيء يعني كاقتناء بطاقة وإدخال يعني الرمز السري تاعها للتعبئة. فالدفع الإلكتروني يسمح لكل حائز على حساب بريدي أنه يقوم بعملية الدفع من البيت، سواء يعني دفع الفاتورة تاعه ولا تعبئة الحساب تاع الانترنت تاعه الخط تاعه. نظن أن في المستقبل هو يعني نظن الوسيلة الأحسن والأنجع لي هذا رايح يوفر يعني تعب تنقل للزبائن، وإحنا أيضا ينقص علينا الضغط في الوكالات. ونظن أن في المستقبل أنا نتكلم اليوم على الدفع الإلكتروني، نظن أنها خطوة أولى اللي إن شاء الله نوصل لها في حتى قريب. أنه ربما تحسيس زبائن لاستعمال هذا الوسيلة، لأنه ربما هناك تخوف للدفع الإلكتروني من طرف المواطن ما هوش متعود على هذا الطرق والأساليب، يعني ربما الاقتراب من الزبائن لأجل شرح هذا الطريقة أيضا. نظن أننا قمنا بحملة دعائية في السنة الماضية لما أطلقنا الخدمة هذه، نظن أننا نعود أيضا بحملة أخرى، وهذا نظن الوسيلة يعني الأحسن كما قلت. وهنا نحب أيضا نطلق نداء، لأن مازال اليوم البطاقات راهي متواجدة في السوق، وحتى التذاكر هذه تعبئة اللي يقتنيوها من الوكالة التجارية، نحب برك يعني نقول للزبائن تاعنا من فضلكم لما تقتنيوا هذه البطاقات ولا التذاكر لازم تتأكدوا أن الاقتناء تاعها يتم في نقاط يعني الوكالات التجارية تاع اتصالات الجزائر ولا يعني النقاط المعتمدة، ماهيش كثيرة، لهذا لتجنب أي يعني بعض المفاجآت، لأن شفنا أن في تحايلات وهذا ما يأثر ماهوش في صالح يعني الزبون بالدرجة الأولى وحتى المؤسسة. لهذا نظن أن الوسيلة الأحسن هي خدمة خلاص اللي تسمح للزبون أنه يعبئ الرصيد تاعه حتى في الليل حتى في بيته دون التنقل في بيته. وهذا ما هوش يعني هي وسيلة دفع يعني إرادية، ما هيش يعني رصيد راح ناخدوه لسنيبا بريليفمون طبعا. إذن بالنسبة لاستثمارات المؤسسة لهذا العام، أعلنتم بأنه راح تكون حوالي 40 مليار دينار، إذن يمكن تحدثنا عن هذه المشاريع اللي يعني ستستفيدون منها في إطار هذا القيمة المالية. هذه القيمة المالية كما قلت يعني، وهذا ماهوش خاص باتصالات الجزائر، كل متعاملين في ميدان الاتصالات سواء متعامل في الشبكات الثابتة ولا النقالة، المتعاملين كلهم في يعني استثمار دائم، لأن التكنولوجيا تتطور بشكل والاحتياجات كبير. تتطور يعني سنويا، وهذا الشيء مفروض علينا من رانا نشوفوا اليوم. كان في السابق هم المصنعين تاع الأجهزة، اليوم هم المصنعين تاع المحتوى اللي يفرضوا هذا الضغط على المتعاملين. لهذا احنا رانا في هذا يعني الديناميكية هذه تاع الاستثمار، وإحنا الشيء الآخر اللي يفرض علينا الاستثمار كما قلت توسيع الشبكة، هناك أحياء جديدة، هناك يعني قرى لازم نربطها، وأيضا التزايد في نوعية المحتويات. فسجلنا لهذا السنة يعني هذا الحجم من الاستثمار، وإن شاء الله نواكبها الطلبات. ويمكن توجه بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن إلى مصادر تمويل محلية وخارجية بالنسبة للمؤسسة اللي هي البنوك المحلية. نعم هذا وارد، لأن اليوم كما قلت احنا سجلنا هذا الاستثمار تاع 40 مليار دينار يعني، وهذا حسب يعني على الحساب الخاص للمؤسسة. ولما شفنا يعني الحالة الاقتصادية وين هناك تراجع لنسبة الصرف للعملة الوطنية، نظرا لأن كل أجهزة هي أجهزة مستوردة في الشبكات تاعنا، فممكن أننا إذا كان احتجنا إلى هذا أن نروح إلى الاقتراض عبر البنوك يعني العمومية، وهذا شيء وارد إذا كان قمنا باتصالات مع بنوك، وهذا شيء معمول به يعني عاديا. نعم
الكثير يتساءل عن سعر الانترنت في الجزائر ويقول انه السعر مرتفع كثيرا بالنسبه للدول الاخرى، فما هو السبب في نظركم؟ وهل فعلا يعني السعر مرتفع بالنسبه للدول؟ ما نظنش انه مرتفع لما نشوف يعني حجم الاستثمارات اللي راهي لازمه لتوفير هذا، والمساحه الشاسعه ايضا المساحه الشاسعه، لان اليوم هناك يعني السعر للاستثمار، هناك ايضا للتسيير يعني ليكسبلوطاسيون تاع هاد لي ريزو هادو الشبكات هادي. كما قلت رانا نوصلوا الى يعني اقصى نقطه من الوطن راهي مربوطه اليوم. نعم عطيت لكم مثال وراكم تشوفوا سواء في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب، رانا نحاولوا نوصلوا هاد التكنولوجيات لكل المواطنين. نعم فالسهل يعني بالقيام بالمقارنه الى بلدان مجاوره، ولكن نقول يعني المواطنين تاعنا قارنوا ايضا حجم الشبكات وحجم الاستثمارات اللي الناس راهي تقوم بها. فنظن ان السعر هذا وماهوش الزياده في الاسعار ماهوش وارد ايضا. نعم رانا نزيدوا في التدفقات وما زدناش الاسعار. نعم وهذا شيء ملحوظ، وهذا يعني نظن ان لضمان نوعيه للخدمه فنظن ان هناك سعر ادنى ما نقدروش ننزلوا اكثر من هذا السعر. هذا هل يمكن الحديث أيضا عن تقييم عملية انتشار الجيل الرابع عبر الثابت، اللي هي أيضا عملية مهمة جدا؟ نعم، لأن كانت عندنا يعني شبكة لاسلكية للهاتف الثابت اللاسلكي، وهي تكنولوجيا قديمة نوعا ما، فالاستبدال تاعها لأننا في الشبكة تاعنا أصلا يعني في العموم تاعها شبكة سلكية، ولكن هناك مناطق ما نقدروش نربطوها بالشبكات السلكية، نستعمل التكنولوجيات اللاسلكية كبديل. نعم. كبديل وكتكميل أيضا. نعم. يعني هي تكنولوجيا تكميلية لأننا ما نركزوش عليها في الأساس. نعم. وهذه التكنولوجيا دخلناها يعني في 2014 تاع الجيل الرابع، واليوم وصلنا إلى أكثر من 900 محطة اللي راهي تمشي على كل أرجاء الوطن، وسجلنا أكثر من 500 ألف زبون يعني لا يستعمل. نعم. التكنولوجيا يعني كان هذه في إقبال على هذا، في إقبال لأن المواطن ولا الزبون هو ما يهموش التكنولوجيا، هو يسحق الخدمة. نعم. الخدمة بالنوعية تاعها والسعر تاعها. نعم. فهذه التكنولوجيا رايحين نوسعوها أيضا ونكملوا بها الشبكة وتوسيع حتى خدماتها ربما إلى أشياء أخرى. نعم يعني لأن الخدمات لازم ندخلوا فيها، اليوم رانا نستعملوها إلا للمعطيات. نعم. قريبا إن شاء الله نسمحوا باش تكون فيها المكالمات الهاتفية أيضا. شكرا. التكنولوجيا. نعم إذن شكرا لكم سيد مهمل أزوا ورئيس المدير العام لاتصالات الجزائر على كل هذه التفاصيل. شكرا. وننتقل الآن إلى الأخبار المحلية مع محمد رضا بوزيان بعد الفاصل. مرحبا بك محمد رضا بوزيان. اهلا سوسن بك وبمشاهدينا الكرام. اذا الانطلاقه سوف تكون من العاصمه والمنشات والمرافق الشبابيه بالدويره بالذات. نعم لتدارك النقص في هذا المجال وتوفير. نعم. فضاءات طبعا لشباب هذه المنطقه. بعد الفاصل. بعد الفاصل. تعرف بلدية الدويرة نقائص في المنشآت والمرافق الشبانية، والتي تسعى الجهة المسؤولة إلى تداركها لتوفير العيش الحسن للمواطن. نوال سويلح.
استفادت بلدية الدويرة من برامج سكنية للقضاء على البنايات القصديرية والهشة. جاونا اللجنة الحقيقة ماركاونا 4 خطط ولا 5 وماركينا قاعد الدواسية تاع الأولاد تاع كلش كامل ورانا نستناو. قدرنا نقوم مع السلطات المعنية الولاية والدائرة بترحيل حوالي 720 عائلة، حي مولين، حي الكاريير، السد الدويرة، والعملية مازالت متواصلة. بالنسبة للسكن الاجتماعي بلدية الدويرة استفادت من حصة سكنية قدرها 80 سكنا في انتظار دراسة الملفات وتوزيعها لأصحابها. قطاع الشباب والرياضة بدوره سيدعم بمشاريع من شأنها تطوير القطاع. انا استفدنا عن طرف طنبول لي جان بلا نوفيل جينيراسيون الجايه باش مو يتربوا دون زان كاد سبورتيف، ونتمنى ان شاء الله يزيد دعمنا للدوله في امور مهمه عندنا في لابيسين دو تيماتيكو اون فلا فلافيل، هذا منجز البلديه. في انتظار تجسيد هذه المشاريع شباب البلديه يعانون من ارضيه الملاعب الجواريه. لعبوا في التيف محفر كامل، اذا تقدر تكمل لهنا كاين بركه تاع ما عندناش، نورمالمون يديرنا طابي تاع طارطون. المركز الثقافي المتنفس الوحيد للشباب بنايته تدهورت في انتظار إعادة ترميمها. ما نقدروش نعملوا في مواقف مثل هذه، سما تساقط المياه من فوق الأسقف، وكذلك في ناحية الجدران اللي هي في عملية انشقاق. من جهتها أحياء البلدية تعرف بعض النقاط السوداء التي تشغل المواطن والعينة من حي بن جلالي. الالكتريستي، لا غاز، لا طريق، واللي يجي يبدا يخدم هاكي تشوفي جا حفر هنا دوجور كسر كاع الطريق وراح. دوفو هما يديروا لاموس حتى يدخلوا للناس للدار تاعي بالطفاها. الشيء اللي خلى المشروع يتعطل هو مؤسسة طاقة المنجم اللي تقوم بإنجاز وربط الحي بشبكة الكهرباء. سبب آخر هو الأحوال الجوية. رغم النقائص التي تعرفها البلدية فالمواطن يعول على المشاريع المستقبلية. تزامنا مع يوم العلم واختتام تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، ستشرع ولاية قسنطينة في توزيع الحصص السكنية الجاهزة في مختلف الأنماط لتتواصل العملية إلى غاية نهاية السنة الجارية. زينب برنوسي. برامج سكنية طموحة بمختلف صيغ البناء حظيت بها مدينة الصخر العتيق بهدف الاستجابة لطلبات السكن والارتقاء بالنسيج العمراني. ولاية قسنطينة استفادت ما يفوق 85 ألف سكن. من جملة هذه السكنات فأكثر من 50 ألف سكن تم إنجازها واستلامها، وبقى لنا 35 ألف سكن، ونترقب إن شاء الله استلام وتسليم ما يقل على 8 ألف سكن. الحمد لله، يعني بين الوقت الثمانينات والتسعينات حتى الألفينيات هذه كانت نسبة كبيرة تاع الساكن توفرت، يعني أنا مستفيد. الإنسان ما ينكرش الإنجازات ولا عدد السكنات المنجزة سيرتو في لابريود الأخرى هذه. 41 ألف وحدة سكنية اجتماعية هي في طور الإنجاز ونسب الأشغال بها متفاوتة، حيث تتوفر هذه المجمعات السكنية الجديدة على كل المرافق والفضاءات الضرورية. راح تكون ان شاء الله 12500 وحده سكنيه ل 12500 عائله قبل اخر سنه. راح تنطلق عمليه اسكان من 16 افريل، راح يشرف عليها معالي الوزير الاول ان شاء الله. هذه تكون كمرحله الاولى، راح تكون فيها 3200 عائله اللي راح تستفاد من سكنه تاعها، ويليها من ثم مراحل وسكنات قلت لك الى اخر سنه. المستفيدون من برنامج كناب ايمو وبعد استدعائهم اخيرا لاستكمال الاجراءات الاداريه والماليه يطرحون هذا الانشغال. هو ان كناب بنك لم تلتزم بالمرسوم 101.05 الذي ينص على تطبيق قوانين بيع بالايجار، وهي بخضعنا لنسبه هذه تاع 10% نسلكوها في الوقت الحالي. احنا طبقنا هذا المرسوم التنفيذي دونك رقم 15328 المؤرخ في 22
ديسمبر 2015، هما قاعدين يقولوا لك حنا يطبق علينا المرسوم 01105. هذا المرسوم هذا إلي ديباسي باسكو لا كونفونسيون با ايتي سيني. وفي الأفق برامج سكنية إضافية واعدة بمختلف الأنماط لتلبية والقضاء نهائيا على أزمة السكن بعاصمة الشرق مع نهاية سنة 2017. تعرف ولاية أدرار حركية واسعة في مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يتضح في حقول الطاقة الشمسية التي تنتج 48 ميجاوات لتدعيم الإنتاج الوطني وحل مشكل الانقطاعات بالولاية. يونس لك حل ذيب. ست محطات للطاقة الشمسية بأدرار بطاقة إنتاجية تصل إلى 48 ميجاوات لتدعيم الإنتاج المحلي والوطني بالكهرباء، وهي محطات تتوزع عبر إقليم الولاية من شمالها إلى جنوبها لتسهيل توزيع إنتاجها على ساكنة أدرار. الجزائرية a décidé d'introduire au niveau de cette wilaya la technologie des énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc en matière d'énergie solaire, nous avons une capacité globale de 48 MW déjà mise en service au niveau de 6 zones d'Adrar. فصل الصيف بإقليم الولاية والمتميز بالارتفاع الكبير لدرجات الحرارة والذي يستوجب زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية التي يزداد الطلب عليها في هذه الفترة نتيجة الاستعمال المكثف للمكيفات وأجهزة التبريد. بالنسبة للانقطاعات في عدة أسباب، يعني منها النقص نتاع في البداية كان نقص إنتاج ومشاكل توزيع، لكن الآن بعد توسيع بعدة محطات ومنها 6 محطات للطاقة الشمسية المتواجدة عبر الولاية، الآن ما نظنش يبقى المشكل اللي كان مطروح نتاع نقص الكهرباء. الملاحظة اللي لاحظها المواطن وهو تحسن مستمر بعد دخول الطاقة الشمسية للولاية. حاجة واحدة نتخافوا لا في الصيف وأمك بالك ديكالاج، لكن ما إلى حد الساعة خطر الإلكتريسيتي متى نحسبوها في الصيف بارتير دو جوان جوي أوت، هذاك وين لا كونسوماسيون كثر، خصنا نشوفوا العبار في ذاك الوقت اللي تكون فيه الإلكتريسيتي تستهلك. ما يفوق 3000 ساعة من ضوء الشمس سنويا بولاية أدرار، وهو الكم الضوئي الذي سطرت له برامج حقول أخرى لتدعيم الولايات المجاورة، وكذا مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح، وهو ما يجعل من أدرار منطقة للطاقة المتجددة بامتياز. عرفت شبكة الطرقات بولاية البيض توسعا كبيرا من خلال إنجاز مشاريع هامة كانت في وقت قريب متوقفة لتستكمل من قبل مؤسسات وطنية محلية، أهمها فتح محور يربط بين البيض النعامة والبيض أدرار، وهذا بهدف فك العزلة عن القرى النائية والمعزولة عن مقر الولاية. رشيدة بن عيات. استراتيجية فك العزلة عن المناطق النائية أخذت حيزا مهما ضمن اهتمامات السلطات المحلية لولاية البيض، حيث استفادت بلدية المحرة الواقعة على بعد 120 كيلومتر من مقر الولاية من فتح محور هام بين قرية بن هجام وبلدية المشرية بولاية النعامة على مسافة 22 كيلومتر. المشاريع نتاع القطاع الشغل العمومية تعرفت في الأونة السابقة في الأخيرة بعض من تأخر، بعض المشاكل الإدارية، هذه كلها تغلبنا عليها. الآن رانا الحمد لله كل المشاريع انطلقت، هذه كلها مشاريع مهمة، مشاريع هامة، نحن نسهر على تجسيدها في أسرع وقت وكذلك في الأجال وحسب المقاييس المطلوبة. المشروع يعول عليه كثيرا في اختزال المسافة بين ولايتي البيض والنعامة، ويشكل همزة وصل بين الطريق الوطني رقم 6 الذي يعد شريان اقتصاد ولايات الجنوب الغربي ومحور الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي البيض وأدرار مرورا بتينركوك. هذا المشروع 40 كيلومتر كلف لنا حوالي 28 مليار سنتيم، لا توتاليتي 62 كيلومتر. هذا البروجي كونفي ا لو بي تي ار سي سي لونتربريز بيبليك، ورا
راه في الإطار الإنجاز. هذه المشاريع تشرف على إنجازها مؤسسات وطنية ويد عاملة مؤهلة بمقاييس عالية في الإنجاز. ختام أخبارنا المحلية، شكرا على المتابعة، والعودة إليك سوسن وما تبقى من محطات أخبار الظهيرة. شكرا لك محمد رضا بوزيان. سيدتي وسادتي، نلتقي بعد فاصل قصير. والآن مشاهدينا الكرام، موعد النشرة الاقتصادية مع نبيلة أحلام حمدي. مساء الخير نبيلة. مساء الخير سوسن، شكرا. إذن أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية. نلتقي بعد الفاصل. بداية وفي إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية، وخلال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، تم الأحد الماضي التوقيع على 26 اتفاقية تعاون شملت عدة قطاعات، منها بروتوكول اتفاق في مجال العدالة، 3 اتفاقات في مجال التربية بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، كما تم التوقيع على اتفاق إطار في مجال التكوين ما بعد التدرج بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي للبلدين، إلى جانب بروتوكول اتفاق في مجال الضمان الاجتماعي وآخر في مجال الصحة والتشغيل. كما توجت المحادثات الثنائية التي جمعت وزراء البلدين في عديد القطاعات بالتوقيع على عدة اتفاقيات قطاعية لبعث أفاق التعاون والشراكة بين البلدين. أعلن وزير المالية عبد الرحمن بن خلفة عن بدء عملية التداول بالقرض السندي ابتداء من 17 من أفريل الجاري. القرض يعتبر النمط الجديد لتمويل الاقتصاد الوطني، سيسمح بتمويل المشاريع الكبرى في البلاد، وهو مفتوح أمام المواطنين العاديين والشركات العمومية والخاصة من أجل المساهمة في تمويل الاستثمارات. أقول قيمة القرض تقدر ب50,000 دينار، يتم تسديدها على مدى 3 أو 5 سنوات، إذ يعتبر خطوة ترمي بالأساس إلى تدارك العجز المالي في الخزينة العمومية، ويسهم في تمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة. نسبة الفائدة حددتها الحكومة ب5%. بديع زياد والتفاصيل. واقع الخزينة العمومية في الجزائر يفرض عليها اتخاذ إجراءات جديدة لتخطي العجز الذي تعرفه ميزانيتها الداخلية، مع إقرار إصدار سندات بقيمة 50,000 دينار جزائري تباع للخواص أفرادا كانوا أو مؤسسات، وهي بمثابة دين على الدولة تسدده بعد فترة معينة. كي تشري قرض سندي معناتها تسال دراهم لهذاك المؤسسة أو للدولة اللي دارت السند، دونك سان تيتر دو كريونس أكسل لهم، ومقابل ما تعطيهم هذه الأموال هما يعطوك أن انتري. فهي طريقة اللي تسمح للمؤسسة خاصة عمومية أو لخزينة أنها تتوجه إلى المؤسسات المالية أو حتى للأفراد الأشخاص باش بورسوسكرير باش يشتروا هذه الزوبليغاسيون هذه. من بين التوابث الأساسية التي تقوم عليها السندات فترات الاستحقاق التي تمكن المكتتبين باسترجاع أموالهم بعد 3 أو 5 سنوات، أما الثابت الآخر فهو يخص بنسبة الفائدة المحددة مسبقا والتي قيمت ب5% من القيمة الإجمالية للمال الذي تم قرضه للخزينة. كل ما كانت نسبة الفائدة مرتفعة كل ما يكون جذاب. ثانيا الثقة، لا جارانتي، الضمان. اللي يشري هذا السند عنده تقريبا 100% ضمان أنه يسترجع الأموال تاعو، لأنه مرتبط بالتزامات تاع الدول. أما عن توظيف الأموال التي قد يتم جمعها من خلال عملية إصدار السندات الدين السيادية، يقول الخبراء أصبح ضروري لأنه العجز في الخزينة أصبح مرتفع جدا. يعني واش صرحوا به المسؤولين هي هذه الأموال تروح للقطاع المنتج،
باش نقصوا من لا فاكتور تاع لامبورطاسيون ونقويو لي سيكتور يعني المنتجه من فلاحه او صناعه. أعلنت شركة سون الغاز وهي من أبرز المؤسسات العمومية بالجزائر اللجوء إلى سوق السندات لتعبئة الأموال اللازمة ما يمكنها القيام بمشروع استثماري يقدر بأكثر من 15 مليار دولار. سجلت أسعار الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خارج المحروقات ارتفاعاً ب 2.3% في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، ويقيس أسعار الإنتاج الصناعي التغيرات في أسعار السلع الصناعية سعر الخروج من المصنع، حيث زادت أسعار الصناعات التحويلية العمومية في سنة 2015 ب 1.4% مقارنة بسنة 2014، وسجل الارتفاع الأكثر أهمية في مجال صناعة المناجم والمحاجر، حيث ارتفعت الأسعار ب 29% بين جانفي وديسمبر 2015. وللتذكير، يضم القطاع الصناعي العمومي في الجزائر 390 شعبة منبثقة عن 12 مجمع ومؤسسات تغطي 11 قطاعا و50 مجالا. تعتبر وتاشير الواقعة تحت علامة بصمة جزائرية ملصقة يتم وضعها على بعض المنتجات المحلية، حيث سيتم توزيعها على المؤسسات التي تستجيب منتجاتها لمعايير الجودة والمطابقة العالمية وتلك المحددة في دفتر الشروط الذي أقره منتدى رؤساء المؤسسات، وهي تعد كمساهمة من المنتدى في تشجيع المنتوج الوطني وتنويع اقتصاد البلاد في ظل تراجع أسعار النفط. وهبة دنداني. مؤسسة فتية انطلقت في العمل مؤخرا ببسكرة في مجال توزيع المواد البترولية، ولكونها دخلت مؤخرا عالم الاستثمار وتحديدا تخصص إنتاج مواد الصيانة الخاصة بالسيارات، هي الآن من ضمن المؤسسات الساعية لنيل تسمية بصمة جزائرية. احنا نشجع الإنتاج الوطني، مام حتى المواطن قد متحمس للإنتاج الوطني، لأن حسوا بطل البترول حسوا قيمة الإنتاج الوطني، لان كاين بديل دوك اللي لازم نتخلاو على البترول، لازمنا دوك نعملوا على ذراعينا كما نقولوا بالعاميه نخدموا ونصدروا. بصمة جزائرية أداة وضعت تحت تصرف المنتجين المحليين للمشاركة في خلق الثروة، توفير مناصب الشغل وإبراز قيمة المنتوج الوطني. وعلى هذا الأساس سيتم كمرحلة أولية ومباشرة منح تسميات تجارية ل12 مؤسسة وطنية تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، وذلك خلال اجتماع اللجنة التابعة لمنتدى رؤساء المؤسسات الذي سيعقد بعاصمة الزبان بسكرة. منتدى رؤساء المؤسسات أطلقت هذه المبادرة بصمة جزائرية لإعطاء المكانة اللائقة للمنتوج الوطني ومحاولة تثمينه، إذ لا نكاد نفرق بين المنتوج المصنوع محليا من المستورد، فلا نريد أن نسوق منتوجاتنا بطريقة عشوائية، فهي مواد تطلبت منا استثمارات برؤوس أموال طائلة ويد عاملة معتبرة. اليوم الإعلامي التحضيري ضم أكثر من 125 متعاملاً اقتصادياً لشرح شروط وأهداف المبادرة، على أن يتم منح تسمية بصمة جزائرية لمؤسسات وطنية اقتصادية أخرى شهر ماي المقبل. وبهذا نأتي إلى ختام هذا العدد من النشرة الاقتصادية، لنضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل. سوسن وبقية البرنامج. شكرا لك نبيلة، والآن ننتقل إلى استوديو الأخبار ومجموعة من الأخبار الوطنية والدولية مع سهام خليفة. مجددا مساء الخير سهام. مجددا سوسن، سنعود بعد الفاصل.
بداية وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وصل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى إسطنبول للمشاركة في أشغال القمة الثالثة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعقد غدا بتركيا. وتأتي هذه المشاركة استجابة للدعوة التي تلقاها من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عياد أمين مدني. وعلى هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، تحدث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان عمامرة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وتناول الطرفان علاقات التعاون الثنائي وكذا المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تحدث رمضان عمامرة مع وكيلي وزير الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف للمملكة العربية السعودية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير. المحادثات تناولت عددا من النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الوزاري الإسلامي، كما تطرق إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة تباحث أيضا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية والسياسية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها. برلمانيا، وفي جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، شرع اليوم نواب الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المشروع سيسمح باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها، وذلك تلقائيا وبناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها. الجلسة حضرها إلى جانب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وزير العلاقات مع البرلمان الظهر خاوة. في التعاون البرلماني، دائما استقبل نائب رئيس مجلس الأمة جمال ولد عباس وفدا عن الجمعية البرلمانية للنيتو، وتناولت المحادثات مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجال البرلماني. تربويا، شكل موضوع تعليمية الرياضيات في النظامين التربوي والجامعي في الجزائر وآفاقها المستقبلية محور ملتقى وطني نظمته اليوم كل من وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي. هذا وجددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الدعوة إلى الأساتذة المتعاقدين للالتحاق بمناصبهم مطمئنة إياهم بشفافية مسابقة التوظيف. ناقش المشاركون في الملتقى الوطني حول الإعلام وقضايا المرأة في طبعته الثانية اليوم بالمدرسة العليا للصحافة أهم الرهانات التي يتوجب على الإعلام تناولها بما يخدم تحديات المرأة اجتماعيا سياسيا وثقافيا. انتقل إلى رحمة الله الإعلامي والصحفي عبد الكريم الأخضر الزين، أحد الأقلام المتميزة في الصحافة المكتوبة والذي عرف بعطاءاته المتعددة في مجال الإعلام. الفقيد وري الثرى بعد ظهر اليوم بمسقط رأسه بالمدية، وإثر هذا المصاب تقدم وزير الاتصال حميد جرين بأصدق عبارات التعازي وأخلص عبارات المواساة لعائلة الفقيد وزملائه، مؤكدا لهم تعاطفه الكامل، سائلا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، إن لله وإن إليه راجعون. في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 مخابئ للإرهابيين بكل من تيزي وزو تيبازا وجيجل ودمرتها. ومن جهة أخرى، في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبط حرس الشواطئ لجيجل كمية من مادة الكوكايين تقدر بأزيد من 35 كيلوغراما، فيما وقفت مفارز مشتركة 117 مهاجرا غير شرعي و11 مهربا، وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع وأكثر من 6000 لتر من الوقود بكل من تامن راست وبرج باجي مختار وعين قزام. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. شكرا سهام. موعد الأحوال الجوية اليوم الغد في النشاط الجوية، تابعوا. موبيليا
موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. السلام عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى موعد أحوال طقس. غدا بإذن الله سنسجل إن شاء الله وسنستمتع بأجواء مشمسة تماما بتقريبا كل مدن الشمالية حتى بالنسبة للجنوب الجزائري باستثناء أقصى جنوب الجزائري مرتفعات الهوكر والتصيلي. هنا ستتشكل رعود إن شاء الله في المساء، وبعض القطرات غير مستبعدة بهذه الجهة. ستنشط دائما زوابع رملية بمنطقة الجنوب الغربي وحتى بشمال الصحراء، هذا من جراء هبوب رياح معتدلة قوية محليا. مشاهدين الكرام، هذه الليلة وخاصة في فصل 7 الغد سنسجل مقاييس ما بين 6 درجات فقط و12 درجة بمعظم الولايات الشمالية. بالجنوب الجزائري تبقى ونبقى سجل مقاييس مرتفعة خاصة بوسط وحتى بأقصى جنوب الجزائري. فعلا ننتظر 20 درجة بحاسم سعود، بعين ميناس، بعين صالح، بطمن راشد، حتى بجنت، وستصل إلى 30 درجة بعين كزام. غدا بإذن الله درجة الحرارة القصوى ستشهد ارتفاع طفيف بالولايات الداخلية الغربية، ننتظر فعلا 26 درجة كأقصى حد، هذا بمدينة البيض، تيارت، تيزي وزو، حتى بوهران 25 درجة، العاصمة 24 درجة، قالما، سطيف، قسنطينة نفس المقياس 24 درجة، عنابة، القلا 23 درجة مئوية. بالصحراء مقاييس مرتفعة أيضا 38 درجة ستسجل بعين صالح، 40 درجة بعين قزام، حتى ببرج برجي مختار، وأعلى مقياس سجلوه بعين قزام مع 43 درجة مئوية. للملاحة والصيد البحري سنسجل أيضا غدا بإذن الله بحر هادئ على قرب طرشة الساحلي، هذا بسبب مشاهدين الكرام هبوب رياح شرقية وشمالية شرقية، رياح ضعيفة إلى معتدلة قرب السواحل الغربية، تكون معتدلة بالنسبة للسواحل الشرقية، والرؤية جيدة بإذن الله. يلا طلوع النشرة الجوية كالمعتاد بالمعلومات الفلكية، التوقيت ينسب العاصمة وضواحيها، وعناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى في الخدمة. مشاهدين الكرام نشكركم على المتابعة، أوقات ممتعة مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. إذن بلال بناري سيمتعنا بجولة رياضية متنوعة في النشاط الرياضي بعد حين. شكرا سوسن، إن شاء الله نتمنى أن نكون في مستوى ذوقكم الرفيع مشاهدين الكرام عبر الجزائرية الثالثة. شكرا، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الرياضي، والبداية بأخبار كرة القدم، حيث يتعرف المنتخب الوطني الأولمبي أو لأقل من 23 سنة على منافسيه في دورة كرة القدم للألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو والبرازيليا الصيفة المقبلة غدا، بمناسبة سحب القرعة المقررة بملعب ماراكانا ابتداء من 2:30 بتوقيت الجزائر. وتعرف عملية سحب القرعة حضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، وكذلك مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة سويسري جون بيير شورمان، وتتواجد الجزائر في الوعاء الرابع إلى جانب منتخبات كولومبيا، الدنمارك، وألمانيا. ووزعت المنتخبات 16 المتأهلة على 4 مجموعات تم تصنيفها حسب نتائجها الأخيرة، مع أفضلية لكل بطل قاري. الوعاء الأول تتواجد فيه البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، واليابان. الوعاء الثاني نيجيريا، كوريا الجنوبية، الهندوراس، العراق. الوعاء الثالث السويد، فيجي، البرتغال، جنوب أفريقيا. والوعاء الرابع الجزائر، كولومبيا، الدنمارك، ألمانيا. دائما مع كرة القدم، حيث أقصي المنتخب الوطني لكرة القدم السيدات رغم تعادله أمام نظيره الكيني أمس بهدف مقابل هدف بنيروبي في أياب الدورة التصفوية الثاني والأخير من منافسة كأس إفريقيا للأمم 2016 المقررة في نهاية هذه السنة بالكاميرون. التشكيلة الجزائرية بقيادة عز الدين الشيح المتعادلة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدفين بملعب عمر حمادي، نجحت في فتح باب التسجيل في الشوط الأول ودفعت ببسالة عن هدفها إلى غاية الدقيقة 75 عندما عدلت الكينيات النتيجة، وما يقصي المنتخب الوطني من التأهل إلى المنافسة. والفرق المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2016 المقررة في الكاميرون بين 19 نوفمبر و 3 ديسمبر 2016، زيمبابوي، غينيا، مصر، غانا، كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا،
والكاميرون. طبعا وردنا اللحظة وقبل أن نخوض في غمار الحدث الأول ونصف نهائي كأس الجمهورية، حيث بعد اجتماع مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر تم رسميا سحب الثقة من رئيس الفريق الحالي بطروني، وفي الاجتماع المقبل سيتحدد الرئيس الجديد لمجلس إدارة فريق مولودية الجزائر. إلى الحدث كما قلنا الذي تشهده الجزائر، وهو نصف نهائي كأس الجمهورية في طبعتها 52، تحضيرات الفرق المتأهلة لهذا الدور متواصلة على قدم وساق. اتحاد بلعباس الذي غاب عن الأدوار المتقدمة منذ أن توج باللقب الوحيد في رصيده سنة 1991 أمام شبيبة القبائل، يعول على الدخول بقوة في مباراة الغد أمام نصر حسين داي، ومن أجل ذلك يقوم بتحضيرات مكثفة، يقول الزميل عمر جمعي. بعد 25 سنة من آخر تتويج لاتحاد بلعباس بالسيدة الكأس، يعود حلم عنقتها هذه الأيام، لكن تحقيق هذا المبتغى يبدأ من مباراة النصرية التي تعد منعرجا حقيقيا للذهاب إلى النهائي. لهذا وضع الطاقم الفني برنامج مكثف من أجل تحضير الفريق في أحسن الظروف. الإصابات رغم عندنا يعني، ولكن ما كاش مشاكل تاع الإصابات يعني، والفريق يعني نعم كاين بدائل، ولكن احنا عندنا كما قال 25 لاعب، le plus offrant, le plus physiquement, le plus techniquement, le plus volontaire, le plus agressif, jura. يعني parce que كما اللي قلت لكم هذا باش تروح للنهائي il faut avoir كما قال des gens يعني rigoureux, des gens agressifs pour pouvoir réussir كما قال cette dernière phase de la finale. عناصر اتحاد بلعباس التي تتجه نحو العودة إلى حظيرة الكبار بنسبة كبيرة وضعت هذا الإنجاز جانبا، واصبح تركيز اللاعبين عن مباراة النصف النهائي. احنا رانا واعيين بالمسؤولية هذه اللي تستنى فينا ان شاء الله نهار الخميس في ملعب 5 جويلية، كما راك تشوف التحضيرات راهي مليحة ولاعبين راهم كاع معولين ان شاء الله باش نزيدوا نتأهلوا تأهل تاريخي الثاني لاتحاد بلعباس. بينما ستكون مباراة اتحاد بلعباس بنصر حسين داي خاصة للاعب أزنجي. لا اختار دورك هنا، دورك صديبو وين تكون. احنا كما يقولك نديرو مقابله شابه، داك هو الصح. فريق بلعباس الذي يجمع بين الخبره والشباب يبحث عن كتابه اسمه في هذه السيده، خاصه بالنسبه للاعبين الذين سبق لهم تذوق طعم التتويج بالسيده كاس الجمهوريه. كان لي شرف باش يعني فزت بها بزوج خطرات، واحده مع وفاق سطيف واحده مع اتحاد العاصمه. بوركوا با يقول لك جامي 203 بوركوا با، ان شاء الله تكون تروازيام، ان شاء الله نعدي فيها ان شاء الله. ولان الجمهور هو اللاعب الثاني عشر، وضعت الاداره كل الترتيبات لتنقل انصار المكره في احسن الظروف. دارونا في راحه، درنا ان كوطا الاول راح والى انباع راهم قالوا لنا باللي تزيدوا تدوا، يعني دارونا في راحه يعطيهم الصحه. هادو احنا دينا 10000 وراها زعما راهم يمات انو ديسبوزيسيون 10000 و 30000 سي اون فو. هادي ال 10000 راحت الاولى، وال 10000 الصبحيه تروح، يعني انا يعني مطمئن انها كاع تروح، واذا كان في حاجه جمهورنا ان شاء الله نعاونوه ونوصلوا له التذاكر الى الحين. وما يخفلكش باللي ان فيه قطار يعني متخصص، يعني نشكر السلطات المحليه ولا اساسي الوالي ومديريه السكك الحديديه اللي دارت لنا هذا القطار يعني متخصص لجمهور اتحاد بلعباس. سيتنقل يعني الساعه 12 الى الربع يوم الغد، يوصل الى محطه اغا هنايا، يعني كل الظروف يعني متهيئه. فهل سيفعلها ابناء بلعباس بعد ربع قرن ويضربون عصفورين بحجر؟ ان شاء الله عمر، طبعا كل التوفيق لهذه الفرق. نعم. المتاهله. إذن بلال، المباراه مع نصر حسين داي واتحاد بلعباس ستجرى غدا، اكيد انه انصار اتحاد بلعباس سوف يكونون هنا بقوه.
فعلا أنصار اتحاد بالعباس سوسن سيتنقلون بقوة إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي، وهم الذين ربما اشتاقوا لمثل هذه المباريات. آخر نهائي لاتحاد بالعباس كان 91. اتحاد بالعباس هذه المدينة الجميلة والرائعة الواقعة في الغرب الجزائري، والتي ربما تعيش أحلى أيام هذا الموسم. اليوم اتحاد بالعباس المنتمي للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يلعب من أجل ورقة الصعود والعودة إلى حديرة الكبار، وكذلك يلعب ورقة التأهل لنصف نهائي. أجواء رائعة يصنعها أنصار اتحاد بالعباس بمدينة بالعباس قبل التنقل للعاصمة للتباري أمام فريق نصر حسين داي. بالمهدي بالمهل ينقل لنا هذه الأجواء. فريق اتحاد بالعباس أو ما يعرف بالخضراء عند محبيه أزاح من طريقه فرقا ذات وزن ثقيل على غرار وفاق ستيف ودفاع تجنانت، وهو أحد منشط المربع الذهبي، وهذه بعض انطباعات الأنصار الخاصة بالحدث الكروي. وبالعباس ما عندها تاريخ كبير، ومن 90 من هاللي دينا القلة للآن أنا نتمنى باش نزيدوا الزوجة وباش ندخلوا في التاريخ، وبإذن الله نتمنى هذا المناصرين تاع بالعباس يطلعوا بقوة للسنجوي باش نساندوا الفريق تاعنا، ربحنا فيها في خير ما ربحناش، المهم الروح الرياضية. الحمد لله قالوا راني راه مساندنا ونتمنوا الزوجة باسكو هادو الكبار راهم ديجا حضروا الأولى، والزوجة هذه رانا باغي حنا صاي هو فقتهم نفدوا واحدة، باقي حنا دروك إن شاء الله بإذن الله نزيدوا نفدوا الزوجة إن شاء الله. حنا 91 كانت لا جي اس كا لا كروند إيكيب كاع أني نقول لك لاجيري قال لك الجي اس كا هي اللي غادي تديرها بها منا بالصايب بالأرمادا هذا غير منا عشينا حنا داير القلة. نطلب من الشباب كون عاقل في الترا غادي يروحوا في الترا في الكار في الملعب كونوا عاقلين يعطوا الصوره ولو وقتنا خسروا معليش يعطوا الصوره جميل لمدينه سي بلعباس. نتمنى يعني كاس الجزائر تعود مره ثانيه الى تزور سيدي بلعباس نظرا للتركيبه البشريه واللاعبين يعني لديهم خبره كبيره. ممثل الغرب في السيد الكاس الحاليه يريد مشجعوه المرور الى النهائي. طبعا بالمادي بالمهل ولن يكون ذلك إلا باجتياز عقبة فريق نصر حسين داي، هذا الفريق العريق الذي غاب أيضا عن النهائي السيد الكاس منذ 36 سنة أمام شبيبة القبائل، ويسعى بعد موسم ناجح طبعا في مستوى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يسعى للعودة إلى النهائي، ومن أجل ذلك يقوم بتحضيرات جد مكثفة لأن يكون في الموعد المحدد. يقول إسماعيل ميلودي: هي ساعة الجد قد حانت لنصر حسين داي الذي يعد العدة لمباراة النصف النهائي من كأس الجمهورية، موعد يحضر له اللاعبون بتركيز عال وسط أجواء حيوية بعد نسيان تعثرهم في الجولة الماضية من البطولة. المقابلة هذه راح تكون مقابلة اللاعبين، مقابلة تاع كل واحد اللي راه باغي يدخل للنهائي يلزم يدير دي ساكريفيس. ما جهلنا حتى جانب، محضرين كما ينبغي، واللي جابها ربي مرحبا بها. عمل ذهني نفسي وبدني يقوم به الطاقم الفني لتجهيز كل اللاعبين وإعداد توليفة الأنسب من أجل تقديم أداء راق أمام بالعباس الذي أقصى أقوى الأندية في الأدوار السابقة. سير ماتش دولاني إن شاء الله كما يقولون نوجدوا له 100%، عندنا دي جوار ثاني احنا ثاني عندنا تريبون إيكيب. تعداد مكتمل وعيادة فارغة ما يوفر كل الخيارات للمدرب بوزيدي الذي يعول على حنكة الحارس بوصوف وخبرة بعض العناصر على غرار غازي وصدام في الدفاع، بالإضافة إلى فعالية هجوم يقوده جسمي وشوباني. طبعا هذا فيما يخص الموضوع الخاص بتحضيرات فريق نصر حسين داي، أما الموضوع الخاص بتحضيرات الأنصار والأجواء في مدينة حسين داي فسيكون جاهزا في برامجنا الرياضية اللاحقة، وسيكون الزميل إسماعيل ميلودي في الإمضاء على هذا الموضوع. مفاجأة الدور نصف النهائي لهذا الموسم، فريق اتحاد تبسة هو الآخر يعد العدة من أجل دخول تاريخ كأس الجمهورية من بابه الواسع لما يواجه مولودية الجزائر. آخر تحضيرات هذا الفريق فريق اتحاد تبسة في هذه المراسلة من محطة قسنطينة.
بعد تأهله إلى المربع الذهبي لكأس الجمهورية لأول مرة في تاريخه، شرع اتحاد تسبسة منذ أسبوع للتحضير لهذه الموعد الهام والذي سيجمعه بأحد أكبر النوادي الجزائرية مولودية الجزائر. مباراة كاس نظن أنها حاجة الأولى، لازم لاعبين يمتعوا أنفسهم، لازم يعبروا على إمكانياتهم فوق الميدان، وهذا مكان يعني ما حشين طلبوا منهم حاجة كبيرة، لأنه إحنا الهدف اللي كان مسطر ورانا حققنا فوق الإنجاز المسطر، نظن إحنا راهي كلها فايدة. الوصول إلى الدور النصف نهائي لكأس الجمهورية يعد بالنسبة للكناري تبسي حدث تاريخي وهدف حقق، لكن الحلم مشروع والهدف أصبح الوصول إلى النهائي. بالنسبة لنا هي باش ندخل للتاريخ إن شاء الله، نتأهلوا للنهائي وإن شاء الله نحضروا مليح ويكون ماتش عادي بالنسبة لنا، مش نحن نضخموا فيه إن شاء الله، ونحن ماذا بينا إن شاء الله نفرحوا الأنصار تاعنا. نشوف فيه ماتش كما لي ماتش كله، مانيش مضخمين وياسر، عاطينه ما صح باش نلعبوا كونتر ايكيب اللي عندها اسم سمحنا صافي بليزير باه نكونوا ديمي فينال، وحاجه مليحه لينا الولايه تاعنا الببليك تاعنا، وحنا وصلنا الدوره هذا مانيش وصلنا كاكا كيما يقولوا جات كاك، ما عباليش انا بلا جيت بالخدمه وبفضل الاداره تاعنا والولي تاع الولايه تاعنا ولي سبورتير تاعنا، ان شاء الله ماتش كيما كومتو لي ماتش. ومن أجل تحفيز اللاعبين قامت السلطات الولائية بتقديم كل الدعم للتشكيلة التبسية من أجل تشريف ألوان الفريق. الاستقبال هو تشجيع المعنوي والمادي لهذا الفريق العريق، وحثهم كذلك على إن شاء الله باش يديروا نتيجة إيجابية مع مولودية الجزائر في هذا الدور النصف النهائي. طبعا الزميل ياسين بوخناف الذي تابع تحضيرات فريق اتحاد تبسة كان حاضرا أيضا بمعاقل أنصار النادي الرياضي التبسي والتي تشهد حركية كبيرة وتحضيرات مكثفة تحسبا للتنقل إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي لمؤازرة فريقهم. ياسين بوخناف ثانية. عيش أنصار اتحاد تبسة طيلة هذا الأسبوع أسعد أيامهم، هذا قبل لقاء النصف نهائي كأس الجمهورية الذي سيجمع الكناري التبسي بمولودية الجزائر بملعب 5 جويلية. نشوف الاجواء بحماسه كبيره، وان شاء الله الانصار تاعنا يتنقلوا بقوه لمؤازره فريق في 5 جوي، ونفد وجودنا كانصار بحضاره، ونفد وجود فريقنا العريق. رانا فرحانين الحمد لله قبل الماتش، هذه اول مره نصل نصف نهائي، فرحانين بالليجان تاعنا مهما تكون النتيجه يعطيهم الصحه، مرسي الإدارة لكل ساهموا أنه نوصلوا لذا الملعب للجمهور كله، صافي بليزير أن نلحقنا نصف نهائي كونتر أكبر فريق في الجزائر اللي هو مولودية الجزائر. المقابلة هذه تاع اتحاد تبسة والمولودية نقولوا أول حاجة كاين الميرغاني، أول بريميرمون كاين هذه أول مرة في تاريخ النادي من سنة 1936، هذا مات عليه الرجال، ونحن رانا قاعدين مشنا قاعدين باش نوصلوا للدوره هذا، وصلنا له بسهوله. وصول النادي تبسي للمربع الذهبي لكاس الجمهوريه حدث تاريخي للمدينه، حيث تشهد معاقل الانصار تحضيرات مكثفه للتنقل الى العاصمه باعداد كبيره من اجل مسانده الفريق. قاعدين نحضروا للتنقل الكبير ان شاء الله، ونمثلوا ولايه تبسة احسن تمثيل، وان شاء الله نديروا ان بون ريزلتا وليميور كي يعني ان شاء الله. آمال كبيرة إذن يعلقها أنصار النادي على أبناء الفريق من أجل التأهل إلى الدور النهائي. طبعا فريق اتحاد تبسة سيواجه مولودية الجزائر عميد الأندية الجزائرية، والباحث على تأهل آخر للنهائي هو التاسع إن حدث. مولودية الجزائر ورغم الظروف الصعبة والنتائج السلبية الأخيرة لهذا الفريق والتي عصفت بالمدرب السابق وأيضا برئيس مجلس الإدارة، إلا أنه يواصل التحضيرات لهذا الموعد الهام بقيادة المدرب الجديد عبد الكريم بيلا. يقول الزميل هشام سعدودي. الفريق تجاوز أزمة النتائج وانعدام الثقة والفترة الصعبة التي مر بها حسب المدرب الجديد عبد الكريم بيرا. باين كونستانسي اوبجيكتيف، لازم وقت. انا نظن الماتش هو اللي راح يوري الحوايج بزاف. حنا رانا ندربوا رانا نخدموا اللاعبين رانا ردوا فيهم يعني وفي راميزور في الاطار نورمال تاعهم،
ما تنساش وما يخفالكش بعد الشيء اللي صار والخساره ماشي حاجه سهله، يا كلكو سيكال اللي حنا نحيوهم. ونظن ثاني عنده مسؤوليه، سي دي كومبيتيتور، واحد اللي يخير ميتي كيما هذايا خساره في بعض من الاحيان تحفزك تحمسك ما ترقدكش وما تريبكش. دونك نهضروا هكذا باش الناس كامل تفهمنا واش رانا حابين لو ميساج اللي نجوزوه. اول مباراه للمدرب الجديد ستكون مباراه خاصه وهي ايضا مصيريه للفريق لانقاذ الموسم. نبداو من الماتش هذايا نكونوا في المستوى، نجوزوا ان شاء الله نربحوه، نتمناوه ورانا نخدموا باش نربحوه، ولا كوب باش تجوز لازم تربح. الخصم محترم ويجب الحذر منه لان المباراه هي نصف نهائي والمنافسه السيد الكاس. بس فيها سي لو نون ريسبي لا لوجيك، ما كاش منطق وما كاش ايكيب صغيره وايكيب كبيره. لحقوا لا دومي فينال ما لحقوش هكذا برك، دونك يفو لي بروندرو سيريو. طبعا نهائي المنافسة الشعبية يعود إلى ملعب 5 جويليا بعد أن غاب عنه في الطبعتين السابقتين حيث أجري في ملعب مصطفى تشاكر، ونهائي هذا الموسم سيلعب في الفاتح من ماي القادم. طبعا قبل موضوع آخر، وجب الإشارة إلى أن آخر نهائي حسب الزملاء التقنيين لياس وبلاش، أن آخر نهائي لنصر حسين داي كان سنة 82 أمام اتحاد البناء أو الدي ان سي وخسره فريق نصر حسين داي. ومن أجل هذا الحدث تتواصل عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراتي نصف النهائي من كأس الجمهورية لهذه السنة، الأولى غدا بين نصر حسين داي أو اتحاد بلعباس على ملعب 5 جويليا الأولمبي بداية من 5 مساء، والثانية يوم السبت بين مولودية الجزائر واتحاد تبسة بداية من 4 مساء، وكل فريق أخذ حصته من التذاكر الخاصة بأنصاره. طبعا مباراة اتحاد أو نصر حسين داي اتحاد بلعباس تشاهدون غدا بداية من 5 مساء على القناة الأرضية والقناة الرابعة، فيما نصف النهائي الثاني بين اتحاد بسة ومولودية الجزائر فتشاهدون على الجزائرية 3 بداية من 4 مساء. دائما اختتمت أمس بقاعة شراقة فعاليات البطولة الإفريقية لتنس الطاولة صنفي أشبال وأواسط، وذلك بتصدر المنتخب المصري للترتيب العام، فيما حلت الجزائر في المركز الرابع. تقول ياسمين قدري: أقدم التهاني وتشكر الحرة لدولة سيد الوزير الأول للاتحادية الجزائرية لكرة الطاولة ولكل المنظمين والمشاركين في هذه البطولة. أنا كنت اليوم كان نفسي أمام سيد الوزير وأمام كاع الشعب الجزائري باش نسمعوا النشيد الوطني. أنا هذا اللي مأسفني شوية، لكن صدير في اون جلوباليتي أنا راضي عن النتائج. غياب طعم للعناصر الوطنية على هرم منصة التتويج بلقب بطل إفريقيا وأيضا حصد تأشيرة التأهل للألعاب العالمية رغم التنظيم المحكم والتسيير الجيد للمنافسة الإفريقية التي احتضنتها الجزائر على مدار أسبوع كامل، إلا أن النخبة الوطنية فقدت لقبها الإفريقي على أرضها وأمام جمهورها، فيما عادت المراكز الأولى للمنتخب المصري الذي توج بالذهب في جميع أصناف المنافسة. الحمد لله ربنا بيكرمنا على قد تعبنا ده، واظن النتيجه واضحه الحمد لله ان مصر خدت كل الالقاب من فرق لفردي لزوجي لزوجي مختلط، كل الالقاب الموجوده الحمد لله كانت مصر هي الاساس فيها، واحنا الحمد لله ربنا يعني وفقنا في الاخر ان احنا الحمد لله خدنا يعتبر كل الدهب. هو فعلا كل الدهب مش غرور ولا حاجه، بس الحمد لله ده يعني تكليل للمجهود اللي احنا عملناه بس في الاخر الحمد لله. كان يخص النخبة الجزائرية مصر ملحة علينا بزاف لخاطش يخدموا، وحنا لازم نخدموا أكثر ونزيدوا بزاف الخدمة باش نوصلوها. ورغم خيبة التأهل إلى البطولة العالمية بكيب تاون، إلا أن شيشي عبد الباسط وميليسا ناصري حافظوا ماء الوجه من خلال التأهل لبطولة التحدي العالمي. بالأرقام مصر تصدرت الترتيب العام ب 26 ميدالية منها 15 ذهبية متبوعة بنيجيريا وتونس بمجموع 10 ميداليات، فيما حلت الجزائر في المرتبة الرابعة بمجموع 9 ميداليات منها 7 برونزيات وفضيتين. والتحدي القادم للنخبة الوطنية سيكون شهر أوت القادم بالبطولة العربية في تونس.
شكرا ياسمين. واخر الاخبار تقول سحب الثقه من رئيس الحالي لمولوديه الجزائر بالتروني، كان اخر خبر في اخبارنا الرياضيه لظهيره اليوم. شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، والعوده اليك الزميله سوسن بن حديد. شكرا لك بلال بناري. وبهذا وصلنا الى نهايه برنامج اخبار الظهيره، اشكركم سيداتي وسادتي على حسن المتابعه، في امان الله.